مهما فعلتم ومهما حاولتم فلن توقفوا مسيرة هذه الأمة، ولن توقفوا تقدمها، ولن توقفوا أبنائها، وسيبقون محافظين على أمنهم واستقرارهم ومحافظاتهم وبلدهم. إننا في مهمة، مهمتنا حفظ البلد، مهمتنا استقرار البلد، مهمتنا حفظ أبنائنا، مهمتنا حفظ شعبنا، مهمتنا حفظ محافظاتنا وبنائها وإعمارها واستقرارها وازدهارها ورفع الظلم الذي أصاب البعض من أهلها. مهمتنا ما يوقفها أي أحد، ولا هي جرة قلم ممكن شخص في مكان ما يوقف هذه المهمة. هاي مسيرة بدربها طويل.